فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، كيف أكون مطمئن القلب؟ الحقيقة كثير من الناس يملكون المال ويملكون أسباب السعادة، ولكن ليسوا سعداء في هذه الدنيا. أي مشكلة تحدث معهم يصبح لديهم نوع من التعاسة، نوع من الهم، نوع من الخوف أو حزن على شيء مضى، أو ربما خوف من المستقبل. الحقيقة هذا الموضوع القرآن أوجد له علاجا في آية واحدة فقط، سوف نستعرض هذه الآية، ولكن قبل ذلك دعوني أذهب معكم إلى علماء النفس. علماء النفس أيها الأحبة وضعوا مجموعة من القواعد لضمان السعادة للإنسان، ولكن هذه القواعد يصعب تطبيقها في كثير من الحالات، مثلا حالة نقص الرزق لا تستطيع أن تستفيد من قواعد علم النفس شيئا. ولكن دعوني أتأمل بعض هذه القواعد. الحقيقة الإنسان عندما يتعرض لنوع من التعاسة، ما هو السبب الحقيقي أو جذور الأسباب التي تجعله تعيسا في حياته؟ الحقيقة الهموم التي يحملها نتيجة أحداث يمر بها. كل إنسان يمكن أن يصاب بمرض، يمكن أن يخسر تجارته، يمكن أن يفشل في امتحان، يمكن أن يكون لديه مشكلة مع زوجته مثلا، يمكن أن تكون لديه مشاكل مع أبنائه، جاره يؤذيه، مشكلة في عمله مثلا، إلى آخره. مشاكل الدنيا كثيرة وكثيرة جدا. الحقيقة هناك قاعدة جميلة جدا وضعها علماء النفس. ما هي هذه القاعدة؟ يقولون لك إن أفضل طريقة للتخلص من هم أو خوف معين أو مشكلة معينة أو اضطراب نفسي معين، أن تعتبر أن هذا الأمر لابد منه، أن تواجه هذا الأمر وتعتبر أنه لابد منه وأنه لن يؤثر عليك. يعني تجلس وتتخيل أن هذا الأمر هو أمر طبيعي، لأنك إذا بقيت تفكر أن هذه المشكلة لا حل لها لا علاج لها، ستبقى مسيطرة على حياتك والنتيجة واحدة. يعني إنسان مثلا خسر أو فشل في تجارة معينة، هذا الفشل أو هذه الخسارة ستبقى تلازمه، وربما يصل أحيانا إلى الانتحار، كما نرى هناك رجال أعمال ينتحرون أحيانا. قد يصل إلى مرحلة اليأس، قد يصل إلى مرحلة الاكتئاب. طيب ما هو الحل؟ يقولون ينبغي أن ترمي هذه الهموم على شيء آخر أو شخص آخر، وتغير الموضوع وتفكر بشيء ثاني فيه فرح فيه سرور. طب هذه التقنية صعب تطبيقها الحقيقة، يعني الإنسان من الصعب جدا أن يطبق مثل هذه التقنية، لأن مثل هذه الهموم ستبقى مسيطرة عليه. الحقيقة أيها الأحبة، هناك آية في القرآن العظيم
من الآيات الرائعة جدا. هذه الآية هي علاج لأمراض العصر. دققوا معي واحفظوا هذه الآية رجاء، لأن هناك آيات في القرآن هي علاج، والعلاج يجب أن تضعه في صدرك، في قلبك، محفورا ومحفوظا في صدرك. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن عندما أصاب بمرض معين، المرض هو نوع من أنواع الضر، يجب أن أعلم أن الله تبارك وتعالى أو أنني أصبت بهذا الضرر بإذن الله وبمشيئته، وهو مقدر علي، ولو كنت أنا السبب في ذلك إلا أن الله قدره علي، يجب أن أعتقد ذلك. هذه القناعة تريحني بنسبة 90% أو أكثر. الشيء الثاني أيها الأحبة، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. كم من إنسان يكون لديه سبب للتعاسة والحقد بسبب أنه فقد خيرا كان يظن أنه سيحصل عليه لولا أن فلان سبقه إليه. ربما أنت تريد أن تشتري شقة بسعر لقطة يعني كما يقولون، ويأتي من يسبقك ويشتريها، وأنت بحاجة ماسة لهذا البيت. يحدث لديك شيء من الحقد على هذا الرجل في الحالة الطبيعية، يحدث لديك شيء من الندم، لماذا لم آتي مبكرا، لماذا لم أفعل كذا، لماذا لم أسرع، لماذا، من الذي أخبره كذا كذا. إنسان قد يذهب ليخطب إنسانة فيجدها خطبت لشخص آخر، أيضا تحدث لديه معاناة معينة. إنسان فشل في دراسة معينة أو امتحان معين فيحدث لديه شيء من الندم، وهذا غالبا ما يؤدي إلى نوع من الاكتئاب. هناك أشياء أخطر بكثير أيها الأحبة تسيطر على الإنسان، مثل وسواس قهري، أو يتحول هذا الأمر إلى وسواس قهري بسبب أنه يبقى يفكر بهذا الموضوع. الآية عندما تقول لك وإن يردك بخير، هنا أنا ضمنيا أتخيل وأتصور أن الله عز وجل قد قدر لي هذا الخير. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، لا يستطيع أحد في الكون أن يرد فضلا قدره الله لي أو كتبه الله علي أو أراده الله لي، ولن يستطيع أحد أن يكشف عني ضرا كتبه الله علي إلا الله تعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. استخدم القرآن هنا كلمة يمسسك ليقول لك حتى أقل أنواع الضر وأقل أنواع الضرر الله هو الذي كتبها وقدرها، ولا يحدث شيء في الكون إلا بأمره، لا تسقط ورقة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أي خير، وإن يردك بخير مهما كان قليلا أو كثيرا، لا يستطيع أحد أن يرده أو يصرفه عنك أو يمنعه عنك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ختمت الآية باسمين من أسماء الله تبارك وتعالى هما علاجك من الاكتئاب، غفور ورحيم،
يعني ختمت الآية بالرحمة، لأن الرحمة هنا ضرورية جدا أيها الأحبة. الرحمة هي أحد أهم أسباب العلاج النفسي لأي مشكلة كانت. معظم الاضطرابات النفسية سببها عدم وجود من تشعر بأنه يرحمك. يعني أنت تحتاج لإنسان صاحب قرار رحيم بك، يستطيع مساعدتك، قريب منك. بالوضع الطبيعي قد تجد أخ، ولكن لن يكون متفرغا لك بشكل دائم. قد تجد زوجة تحن عليك، ولكن قد لا تستطيع فعل شيء وهي ترغب بذلك. القرآن العظيم أيها الأحبة هو يعني علاج بالفعل، وكل آية فيه عبارة عن شفاء. لذلك أنا أنصح بأن تحفظوا هذه الآية جيدا، وتحفروها حفرا في صدوركم، وتصبحوا منهجا وقاعدة في حياتكم، قانون. أي شيء يحدث معي أعلم أنه بأمر الله، إذا كان فيه خير أعلم أنه لن يمنعه أحد. أنا هناك خير سيأتيني بعد سنة، يجب أن أثق أن هذا الخير إذا ذهب سيكون بأمر الله، وسيكون وراء ذلك خير. وإذا كان هناك شر حدث بالفعل فهو بأمر الله، ولن يصرفه عني إلا الله. هذه طريقة مهمة جدا ومفيدة للعلاج النفسي، وتشعرك باطمئنان كبير خصوصا في هذا العصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.